مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة على على الخرائط الجوية لهذا المساء. نلاحظ أن هناك كتلة هوائية شديدة البرودة ستندفع باتجاه شمال ووسط المملكة، وبالتالي هناك انقلاب جذري مرتقب على درجات الحرارة في الرياض يوم الأربعاء. المقصود بالانقلاب يعني انخفاض كبير وملموس وازدياد سرعة الرياح، وبالتالي إثارة للغبار والأتربة، وبالتالي راح تكون الأتربة المتوقعة حسب المناطق. بنلاحظ أنه المناطق اللون الأصفر هي بتكون غبار خفيف، الأحمر غبار أشد، واللون البنفسجي بتكون غبار قوي تشمل هذه المناطق. إذن هناك إثارة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح، وأيضا كتلة هوائية باردة تؤدي إلى حدوث انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة، وأيضا ستندفع رياح شرقية مثيرة للغبار، رياح الصبا بإذن الله. هذه راح تؤثر على منطقة جدة وينبع ورابغ وإملح، وتحت تأثير رياح الصبا وغبارها راح يكون يوم الخميس على هذه المناطق أيضا. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، هذه الليلة الأجواء رايحة تكون تقريبا ما بين لطيفة إلى معتدلة، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الصغرى المتوقعة بحدود 16 درجة مئوي. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، اليوم وصلت العظمى في الرياض بحدود 34 درجة مئوية، لكن اعتبارا يوم غد الأربعاء هناك انخفاض واضح وملموس وكبير على درجات الحرارة، وأيضا زيادة في سرعة الرياح، وبالتالي تكون الأجواء مغبرة، أيضا يطرأ انخفاض بتكون باردة نسبيا، الحرارة العظمى بحدود 23، يعني هناك انخفاض على الأقل ما بين 10 إلى 11 درجة مئوية عما وصلت إلى درجات الحرارة نهار هذا اليوم. وفي الليل أجواء مغبرة وغائمة جزئيا، وهناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، والصغرى المتوقعة بحدود 9 درجات. أيضا يوم الخميس انخفاض آخر على درجات الحرارة، أجواء باردة نسبيا وأيضا مغبرة، وأيضا تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة. العظمى المتوقعة 19 درجة يوم الخميس، وأيضا بالليل بتكون باردة إلى باردة جدا، درجات الحرارة متدنية يوم الخميس ليلا، والصغرى المتوقعة يوم الخميس 7 درجات. يوم الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء مشمسة بالنهار، أيضا لطيفة من حيث درجات الحرارة، لكنها باردة ليلا، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة 23، لكن الصغرى يوم الجمعة 12 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في أماكن مختلفة من المملكة، المناطق الشمالية والشمالية الغربية أجواء مغبرة وانخفاض على درجات الحرارة، أجواء باردة نسبيا، سكاكا 14 العظمى، وأثناء الليل أجواء باردة جدا، والصغرى المتوقعة 3 درجات. عرعر أيضا أجواء باردة نهارا، باردة جدا ليلا، العظمى 12 والصغرى 2 مع أجواء مغبرة، وتبوك العظمى 14 والصغرى 5 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة أجواء مغبرة أحيانا وما بين مشمسة وغائمة جزئيا، لطيفة نهارا وتميل للبرودة قليلا خاصة بعد منتصف الليل. المدينة المنورة 23 إلى 13، جدة 26 إلى 21، مكة المكرمة 28 إلى 20، الطائف 23 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا، هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في جازان، الباحة 20 إلى 9، أبها 21 إلى 11، جازان 30 إلى 25 درجة مئوية. والمناطق الشرقية أيضا بتكون أجواء مغبرة، وأيضا يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، بتكون الدمام 23 إلى
15 مع أجواء مغبرة، حفر الباطن 18 إلى 6 باردة جدا بالليل، وأيضا الإحساء أجواء مغبرة و 25 إلى 12 درجة مئوية. المناطق الوسطى بما فيها منطقة الرياض أجواء ستصبح باردة، باردة نسبيا في النهار لكنها باردة ليلا، أيضا مغبرة في منطقة الرياض، حائل 12 إلى 2 باردة جدا بالليل، بريدة 17 إلى 5، الرياض 23 إلى 9 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة، ولكم تحية طيبة من طقس العرب.